بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 19. أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمة النهي عن ذنوب ومعاص كبائر وصغائر، وعلاجها إذا صدرت بالتوبة، المبادرة بالتوبة وعدم الإصرار عليها. وبيان جزاء من اتصف بهذه الصفات العظيمة، جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما توجه إليه هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله سبحانه وتعالى ينادي به عباده المؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أوامر الله ويصغون لندائه سبحانه وتعالى، ينتفعون بذلك بموجب إيمانهم. دل على أن الإيمان يقتضي منا أن نستمع لنداء الله سبحانه وتعالى. كل ما نادانا في القرآن يجب علينا أن نستمع لندائه وأن نصغي له بقلوب حاضرة، لأنه إما خير يأمرنا به وإما شر ينهانا ويحذرنا منه. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره،
فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح أي بالأعضاء، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. فمن آمن بالله ورسوله وجب عليه أن يتلقى أوامر الله ونواهيه بالقبول والامتثال، وإلا لم يكن مؤمنا. إذا كان لا يستمع لنداء الله ولا يعمل بما يأمر الله به وما ينهى عنه فهذا ليس بمؤمن، وإن كان يدعي أنه مؤمن. فالإيمان ليس هو بالدعوة، الإيمان حقيقة وليس دعوة. وإلا هناك من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن أكل الربا. والمراد أننا نتجنب الربا فلا نتموله ولا نتعامل به سواء أكلناه أو لم نأكله، وإنما خص الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا كل استعمالات الربا محرمة سواء أكلته أو لبسته أو ادخرته، فكل استعمالات الربا محرمة. والربا كبيرة من كبائر الذنوب، الربا كبيرة من الموبقات، من السبع الموبقات والعياذ بالله، أي المهلكات، كما عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات أي المهلكات. وقد لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلعن آكل الربا ومن تعاون معه من الشهود والكتاب، تعاون معه فشهد على الربا أو كتبه ووثقه، فإنه ملعون مع آكل الربا والعياذ بالله. وهذا مما يدل على غلظ تحريم الربا وشدة عذابه. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا أي زيادات كبيرة، لأن الضعف هو الزيادة، مضاعفة أي كثيرة. وهذا يحذر من صورة من صور الربا أو نوع من أعظم أنواع الربا كانوا يتعاملون به في الجاهلية، وهو ما يسمى ربا النسيئة، ما يسمى ربا النسيئة أي التأجيل والتأخير.
وصورته أنه إذا كان لأحدهم دين في ذمة آخر مؤجل ثم حل الأجل ولم يستطع المدين أن يسدد فإن الدائن يقول له أزيد عليك الدين الذي في ذمتك وأخره مرة ثانية أزيده وأخره أجلا آخر. فيخضع المعسر لهذا فيزاد الدين في ذمته من غير فائدة حصل عليها. ثم إذا حل مرة ثانية قال له وهو لا يستطيع السداد العجز مستمر إذا حل الأجل مرة ثانية وهو لا يستطيع أن يسدد قال أؤجله مرة أخرى وأزيد عليك غير الزيادة الأولى بالإضافة للزيادة الأولى. وهكذا في المرة الثالثة والرابعة أو أكثر حتى يتراكم الدين ويتضاعف في ذمة المعسر. ولهذا قال أضعافا مضاعفة. هذه صورة من صور الربا الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية. ولا يزال عند بعض الناس وفي بعض البنوك والشركات هكذا إذا حل الدين قالوا إما أن تسدد وإما أن نزيده عليك ونؤجله مرة ثانية وهكذا. حتى يتضاعف الدين. الله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالمعسر لا يطالب بل يمهل وينظر إلى أن يستطيع السداد من غير زيادة. هذا الذي أمر الله به. وإن كان ذو عسرة المدين ذو عسرة ولم يستطع التسديد فالواجب أن يمهل وأن ينظر إلى أن يستطيع من غير زيادة. فنظرة أي أنظروه إلى ميسرة. ثم قال وأن تصدقوا خير لكم. كونك تسمح عن المعسر وتضع الدين الذي عليه وتسامحه هذا خير لك هذا صدقة نظرا لعسرته. فأنت بين أمرين ما أن تؤجله من غير زيادة حتى يستطيع السداد وإما أن تسامحه عن الدين وهذا أفضل وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الذي وجه الله إليه. أما مضاعفة الدين على المعسر مرات ومرات فهذا ظلم وحرام. قال تعالى قال سبحانه وتعالى في
سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الربا الذي في ذمم الناس والمعسرين، اطرحوه لأنه حرام، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا أي لم تتركوا الربا واستمررتم على هذه المعاملة القبيحة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إذنوا ويعلموا أنكم محاربون لله ولرسوله. الله جل وعلا أعلن الحرب على المرابين، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلن الحرب على المرابين. وهل أحد يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ لا يستطيع أحد. فالمرابي محارب لله، المرابي الذي لم يتوب عن الربا يستمر عليه هذا محارب لله ولرسوله، فليتوقع العقوبات العاجلة والآجلة والعياذ بالله. فآمنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم يعني من الربا فلكم رؤوس أموالكم، ما الكل الدين الذي في ذمة المدين، ما لك زيادة عليه، هذه حرام الزيادة. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وهي الديون التي لكم في ذمة المدين، ليس لك غيرها من غير زيادة، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون الناس فتأخذون منهم الربا، ولا تظلمون بأن تتركوا أموالكم رؤوس أموالكم التي هي حلال لكم، الله لم يأمرهم بتركها، هذا راجع إلى صاحبها، إن شاء أن يسامح كما سبق، وإن شاء أن ينتظر من غير زيادة. لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا وعيد آخر، هذا وعيد آخر بعد الحرابة لله ولرسوله، هناك يوم ينتظرك أيها المرابي، ينتظرك يوم لا بد لك من لقائه، تقول يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله، اتقوا الله بترك الربا، خافوا من عقابه، اتخذوا وقاية تقيكم من عذابه، وذلك بتجنب الربا. وذلك بتجنب الربا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. تقوى الله سبب للفلاح، تقوى الله وترك الربا والمعاملات المحرمة والمكاسب الخبيثة، سبب للفلاح، والفلاح ضد الخسار. فالذي يتقي الله ويترك الربا هذا يرحمه الله سبحانه وتعالى، والذي لا يترك الربا لا يرحمه الله،
ولا يفلح ومن الخاسرين والعياذ بالله. اتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال واتقوا النار. اتقوا الله أي بفعل أوامره ترك نواهيه ومنها الربا. واتقوا النار أي اتخذوا وقاية تقيكم منها بطاعة الله سبحانه وتعالى وتجنب الربا. فعاقبة المرابي إلى النار إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. وعيد بعد وعيد. اتقوا النار التي أعدت للكافرين. النار أعدت للكافرين وأعدت للعصاة من المسلمين الذين لم يتوبوا. لكن الكفار يخلدون فيها، وأما عصاة المؤمنين إذا دخلوها يعذبون بها ما شاء الله ويخرجون منها، وقد يتأخر خروجهم في العذاب والعياذ بالله، ويعذبون أحقابا طويلة. فالأمر خطير جدا. فالذي يستحل الربا تعاملوا به مستحلا له، ويقول لا بأس بالربا كما قالت الكفار إنما البيع مثل الربا، الذي يستحله كافر خالد مخلد في النار. وأما الذي يقر بتحريمه ولكنه يتعامل به من باب محبة المال والاكتساب، يعترف بتحريمه لكنه يأخذه متساهلا فيه، فهذا عليه الوعيد الشديد بدخول النار والعياذ بالله كما سبق. اتقوا النار التي أعدت للكافرين. وهذا فيه دليل على وجود النار الآن، أنها مخلوقة، لأن قوله أعدت هذا فعل ماض أي أعدها الله، فهي موجودة. بدليل هذه الآية وأمثالها، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر التي تجدونها في الصيف هذه من فيح جهنم والعياذ بالله، فهي موجودة. ثم قال جل وعلا لما أمر بتقوى الله جل وعلا واتقاء النار أمر بضد ذلك وهو الإيمان والطاعة بدل المعاصي، بدل أكل الربا وأمثاله، يطيع الله جل وعلا ويمتثل أمره ونهيه. وأطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه، وهذا مما يقيكم من النار يوم القيامة. وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، دل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعة الله عز وجل، لأن طاعة الرسول طاعة لله لمن أرسله، طاعة الرسول طاعة لمن أرسله وهو الله سبحانه وتعالى، دل على وجوب العمل بالسنة، كما أننا نعمل بالقرآن الذي هو كلام الله، يجب علينا أن نعمل بالسنة التي هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الأحاديث الصحيحة، لأنها وحي من الله جل وعلا،
قال الله جل وعلا في الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأحاديث الصحيحة وحي من الله بعد القرآن، أمرنا الله أن نطيع الرسول كما أمرنا بعدما أمرنا أن نطيعه سبحانه وتعالى. فالذي يقول أنا أطيع الله ولا أطيع الرسول هذا كافر، لأن قوله أطيع الله كذب. لو كان يطيع الله لأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول لا أنا أطيع الله لكن الرسول ما تجب عليه طاعته، نقول هذا كافر والعياذ بالله، لأنه مكذب لقوله تعالى وأطيعوا الرسول، ولقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، رجاء أن الله يرحمكم. فطاعة الله وطاعة رسوله سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. ثم أمر بالمسارعة إلى الخيرات، المسارعة وهي المسابقة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسارعة والمسابقة معناها المبادرة، معناها المبادرة إلى الطاعة، ولا تؤخر المبادرة وتقول بعدين أطيع الله وأطيع الرسول بعدين، أو إذا أذنبت ذنبا تؤخر التوبة تقول بعدين بتوب. أنت بيدك الآجال، تدري لعلك لا تعيش إلا لحظة واحدة ولا تؤجل، فالأجل بيد الله ليس بيدك، فعليك بالمبادرة إلى طاعة الله. ثم إنك إذا أجلت الطاعة وأجلت الاستغفار والتوبة من الذنوب قد لا تمكن بعد ذلك من التوبة، قد يزيد عليك الشر وتنخدع وتتمادى في المعاصي نتيجة لأنك لم تبادر، فاتتك الفرصة التي أعطاك الله إياها، فإما أن تموت وإما أن تحرم من التوبة والطاعة بسبب فعلك، تعاقب والعياذ بالله. فالمبادرة المبادرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وعدم التأخير والتأجيل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مغفرة، مغفرة لا تكون إلا من الذنوب، وأنت عندك ذنوب، فإذا كان عندك ذنوب وكلنا عندنا ذنوب فسارع إلى مغفرة الله بالتوبة، سارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى يغفرها لك، ولا تستمر عليها وتقول بعدين أستغفر بعدين أتوب. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأنك إذا لم تسارع فاتتك الفرصة وتحرم منها، إما بموت وإما بفوت. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. الله يدعونا المسارعة إلى طلب المغفرة
رحمة بنا، وإلا فهو غني عنا، إنما هذا لنا لمصالحنا. وأما هو سبحانه فهو غني، لو لم تتب، لو عصيته، لو كفرت، هذا لا ينقص من ملكه شيئا سبحانه وتعالى، فهو غني عن العالمين. لكن هذا من رحمته سبحانه وتعالى، يدعونا إلى طلب المغفرة والاستغفار والتوبة والمبادرة لذلك. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا إلى جنة، لما قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين أمر بالمسارعة إلى الجنة. وجنة عرضها السماوات والأرض، جنة واسعة، جنة واسعة عرضها السماوات السبع والأراضين السبع، كلها جنة واسعة، ليست بقعة ضيقة أو بيت واحد، لا، جنة عريضة جدا عرضها السماوات والأرض. إذا كان هذا عرضها فما بالك بطولها، عرضها السماوات والأرض. فإن قيل إذا كان عرضها السماوات والأرض فأين تكون النار، أين تكون النار؟ نقول تكون حيث شاء الله سبحانه وتعالى، الله لا يعجزه شيء، يجعل للنار مكانا آخر. أيضا الجنة في أعلى عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فالجنة أعلى شيء، سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. أما النار والعياذ بالله فإنها في أسفل سافلين، في سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، سجين هي أسفل شيء، فهي تحت السماوات والأرض. وملك الله واسع سبحانه وتعالى، وقادر على كل شيء سبحانه. عرضها السماوات والأرض لمن هي، لمن هي هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض؟ أعدت للمتقين، لما ذكر أن النار أعدت للكافرين ذكر أن الجنة أعدت للمتقين، فلا تنال الجنة إلا بالتقوى، ما تنال بالتمني وإلا بالجاه أو بالأموال، ما تنال الجنة إلا بالتقوى. فإن كان عندك تقوى وأعمال صالحة فأبشر بالجنة، وأما إذا لم يكن عندك أعمال ولا تقوى لله فلا جنة لك والعياذ بالله. لأن الجنة أعدت لمن؟ للمتقين. فإن كنت من المتقين فأنت من أهل الجنة، وإن كنت من الكافرين فأنت من أهل النار، ليس هناك دار ثالثة أبدا، إما جنة وإما نار، اختر لنفسك. الجنة سبب دخولها الأعمال الصالحة والتقوى، ما هي بتدخل بالتمني أو بالشراء أو بالجاه أو غير ذلك، لا، ما تدخل إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أعدت للمتقين. فاحرص أن تكون منهم، من المتقين الذين أعد الله لهم هذه الجنة العظيمة. ثم بين من هم المتقون، علشان ما كل واحد يدعي أنه من المتقين، بين من هم المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أعدت للمتقين، من هم الذين هذه أوصافهم؟ فلا أحد يدعي أنه من المتقين وهو لا يتصف بهذه الصفات. الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا في مقابل الذين يأكلون الربا، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا ضد المرابي، المرابي يأخذ ولا يعطي ويظلم الناس، والمنفق يعطي ولا يأخذ، يعطي لوجه الله سبحانه وتعالى، يتصدق، يسامح المدين المعسر، يفرج عن الناس، ييسر على الناس في ضائقاتهم. الذين ينفقون، ينفقون أي شيء، ينفقون الأموال. أما المرابي فهو يجمع 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 إلى ما لا نهاية، إلى الموت ولا يستفيد. أما المنفق فإنه يتصدق بالليل والنهار ويزيد ماله، سبحان الله، ماله يزيد. أما المنافق المرابي فماله لا يزيد، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الذين ينفقون في السراء أي في حالة الرخاء، في حالة الرخاء ينفقون على المحتاجين، والضراء أي في حال الشدة. فالمنفق في سبيل الله ينفق في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، وحالة الشدة أشد من الإنفاق في الرخاء، لأن الرخاء كل يسمح، لكن الشدة صعب، ما يسمح فيها إلا إنسان مؤمن تصدق في وقت الشدة ووقت المجاعة. هذا دليل على، هذا دليل على قوة إيمانه. ينفقون في السراء يعني ما ينفقون في السراء فقط، بل والضراء كله عندهم واحد، ينفقون في السراء والضراء هذه واحدة. الثانية الكاظمين الغيظ، الإنسان بشر يغضب، الإنسان بشر يغضب، فإذا غضب المؤمن لا ينفذ الغضب بل يمسك نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. إذا غضب الإنسان يمسك نفسه ولا ينتقم. قال تعالى في وصف المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فلا يحملك الغضب على البطش، بل امسك نفسك واصبر. كاظمين الغيظ، تكظمه ولا تبينه، يغلي يغلي في صدرك وفي قلبك لكن تكتمه ولا تظهره. هذا صعب، هذا صعب، ما يحصل إلا لأهل الإيمان القوي. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، العافين عن الناس الذين يسيئون إليهم يعفون عنهم، يعفون عنهم ويسامحونهم ولا ينتقمون منهم.
وجزاء سيئات سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. فمن أساء إليك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. العافين عن الناس هذه صفة عظيمة، إذا أخطأ عليك أحد تعفو عنه وتسامحه ولا تنتقم منه. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الله جل وعلا يحب ويبغض ويكره، فهو يحب المحسنين والمتقين والمتطهرين، وهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، صفة من صفات الله، يحب المحسنين. وأصل الإحسان الإتقان، إتقان الشيء، وينقسم إلى قسمين: إحسان فيما بين العبد وبين ربه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان بين العبد وبين ربه. والنوع الثاني الإحسان بين العبد وبين الناس، يحسن على الناس بأنواع الإحسان: لإطعام الجائع وكسوة العاري ومسامحة المعسر المدين المعسر، والتصدق على المحتاج، هذا من الإحسان إلى الناس. والله يحب المحسنين، ومفهوم هذا أنه يبغض المسيئين إلى الناس، الذين يسيئون إلى الناس ويظلمون الناس الله يبغضهم، كما أنه يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة وهي المعصية الكبيرة، معصية الكبيرة هذه فاحشة والعياذ بالله، أو ظلموا أنفسهم بالذنوب الصغائر، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. فالمسلم إذا فعل فاحشة أو ظلم نفسه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فإذا حصل منك معصية ولو كانت كبيرة، ولو كانت شركا بالله أو كفرا بالله أو زنا أو أكل ربا أو ما دون ذلك، فلا تقنط من رحمة الله، بل بادر بالتوبة، والله يغفر لك ويقبلك. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أما من يغفل عن ذكر الله فإنه لا يستغفر، إنما يستغفر الذي دائما يذكر الله. أما الغافل عن ذكر الله فهذا قل ما يستغفر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، شوف لذنوبهم، ولو كانت فاحشة، ولو كانت فاحشة، فلا تقنط من رحمة الله، تب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا استغفروا لذنوبهم، هذا فيه المبادرة بالتوبة. حين يذنب الإنسان لا يؤجل التوبة، يبادر بالتوبة. عقب السيئة أتبع السيئة الحسنة تمحها، إنما التوبة على الله،
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يؤخرون التوبة ويتمادون في المعاصي، فإذا حضرت الوفاة تاب إلى الله، ما بقي أمامه مجال، إذا حضرت الوفاة ما بقي أمامه مجال يتوب إلى الله. باب التوبة أغلق، باب التوبة أغلق عنك لأنك ضيعته في الأول. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، الفاء للتعقيب يعني المبادرة، مبادرة بالتوبة، استغفروا لذنوبهم. وسمعت في أول الآيات سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا بادروا. ثم قال جل وعلا ومن يغفر الذنوب، لا أحد، ما من يغفر استفهام نفي وإنكار، أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. أنت لو عملت المعاصي والسيئات من اللي يبي يغفر لك؟ فلان ولا فلان ولا جدك ولا خالك ولا، ما يغفر الذنوب لك إلا الله سبحانه وتعالى، ما حد يغفر ذنوبك. من يغفر الذنوب إلا الله. ثم قال لم يصروا على ما فعلوا، أي لم يستمروا على المعاصي، لم يصروا يعني لم يستمروا. يا أخي لا تصور، الله يهديك، تصوير حرام في المسجد الحرام، تصور حول ولا قوة إلا بالله. ولم يصروا أي لم يستمروا على المعاصي، بل يبادرون فور ما تصدر منهم المعصية، يبادرون بالتوبة. وليس هناك أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن الله يغفر الذنوب، ويعلمون أنه إذا لم يتب سيعاقب، يعلمون ذلك، يجب عليهم المبادرة بالتوبة وعدم الإصرار عليها، ولا تؤجل وتسوف بالتوبة. الشيطان يزين لك ويقول لك بعدين بعدين، اقض حاجك الآن واعط نفسك ما تشتهي والله غفور رحيم وبعدين تتوب إلى الله، وهذا من الشيطان، هذا من الشيطان والعياذ بالله. ثم ذكر سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء المتصفين بهذه الصفات ليرغبنا فيها، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. الله يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب، تواب رحيم، غفور رحيم، جزاؤهم مغفرة من ربهم. من تاب فجزاؤه أن الله يغفر له، من استغفر إن الله يغفر له. وفي الحديث القدسي يا عبادي، حديث القدسي أن الله جل وعلا يقول يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، استغفروني أغفر لكم. هذا وعد من الله جل وعلا، الله لا يخلف وعده. جزاؤهم مغفرة من ربهم، يغفر لك جميع الذنوب، جميع الذنوب إذا تبت إليه واستغفر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، جميع الذنوب، الكفر والشرك والزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا والصغائر، إذا تبت إلى الله توبة صحيحة محاها الله كلها عنك،
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. وجنات، جنات أعظم، ما هي جنة واحدة، جنات. فالمؤمن له جنات متعددة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تجري من تحتها الأنهار، مناظر جميلة وأنهار عذبة، سرور وفرح، حبور، خالدين فيها، أي تنزل به ساعة ولا يوم تكشت فيها على ما قالوا يوم لا، دائم لك، هي دائم لك، لك ما حد ياخذها منك، خالدين فيها، ما تخاف انك تموت ولا تخاف انك تمرض ولا تخاف انه يخرجك احد من الجنة او يتسلط عليك عدو، انت امن، امن، خالدين فيها. ونعم اجر العاملين، نعم الجنة اجر العاملين، اثنى الله عليها سبحانه وتعالى، فهي نعمة أجر العاملين. شوف العاملين ما هي بتحصل ببلاش، أجر العاملين، العاملين بطاعة الله، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يصلح ولاة أمورنا وجميع ولاة أمور المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، إنا نحبكم في الله ونقول أحسن الله عزاء الجميع في الشيخ عبد الله بن جبريل، وهل قول الله تعالى نأتي الأرض ننقصها من أطرافها هو موت العلماء، وما أثر موت العلماء على الأمة؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ وأن يرحمه وأن يجبر عزاء المسلمين في علمائهم، وهذه لا شك مصيبة عظيمة، ولكن نقابلها بالصبر والاحتساب. نسأل الله أن يبدلنا بخير منه من أهل العلم والبصيرة، وأن يغفر له وأن يرحمه، إنه غفور رحيم. وموت العلماء خسارة، ما في شك، موت العلماء خسارة عظيمة على الأمة. وفي الحديث موت قبيلة أيسر من موت عالم، موت قبيلة أيسر من موت عالم. وفي الحديث الآخر إن العلم لا يقبض انتزاعا، وإنما يقبض بموت العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله العافية. فموت العلماء لا شك أنه خسارة، ولكن نقابل ذلك بالصبر والاحتساب والدعاء، وأن الله يهيئ للأمة علماء صالحين، وأن يغفر لأموات المسلمين. وأما تفسير الآية أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فبعض العلماء يقول إن هذا بموت العلماء، قبض الأرض من أطرافها بموت العلماء،
والمشهور أن المراد بقبض الأرض من أطرافها الفتوحات، فتوحات الإسلامية التي انتشرت حتى انتشر الإسلام في أقطار الأرض، ولم يستطع الكفار أن يمنعوها وأن يصدوه، بل أخذ طريقه إلى المشارق والمغارب. نعم. يقول سماحة الشيخ: ما الحكمة في عدم وجود حد للمتعاملين وآكل الربا كحد الزنا والسرقة، رغم أن جرم الربا أعظم بكثير منها؟ هو الله جل وعلا توعد على الربا بأنواع من الوعيد لم يتوعد على غيره بها لشدته، ولكن لم يرتب عليه الحد كما رتب على الزنا والسرقة. الله حكيم عليم، فالجرائم التي يتعدى ضررها على الناس وينتشر شرها رتب الله عليها حدودا رادعة. أما أكل الربا والجرائم الأخرى من الكبائر فهذه فيها الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى، والمرابي إثمه قاصر عليه، المرابي إثمه قاصر عليه، لكن الزاني والعياذ بالله شره يتناول غيره، يفسد الأنساب، يفسد الأسر، يفسد الأعراض. السارق يأخذ أموال الناس وينشر الخوف ضد الأمن وروع الناس، شرع الله الحد لمنعه. كذلك القاتل شرع الله القصاص حقنا للدماء لأن ضرره يتعدى على الناس. نعم. يقول: إذا راجعت البنك يقدم لي المدير الشاي والقهوة، وأحيانا أتوضأ في البنك وأصلي معهم، فما حكم ذلك؟ الصلاة عمل صالح، فإذا صلوا صل معهم، هم مسلمون، هم مسلمون ليسوا كفارا. إذا كانوا يعملون الربا هذه معصية لا يخرجون من الإسلام، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، إذا صلوا فصل معهم، هذه طاعة وهم مسلمون. لكن تجنب الربا والمعاملة، ولا تعاون معهم على الربا أو تشهد عليه أو تكتبه أو تجيب زباين لهم يرابون معهم، لا تتعاون معهم بشيء. نعم. يقول: صاحب العذر الذي يخرج من بطنه ريح دائما ولا يستطيع أن يحافظ على الوضوء، هل عليه أن يتوضأ بعد الانتهاء من الطواف لأجل الصلاة، لأجل صلاة ركعتي سنة الطواف؟ وأيضا بالنسبة للصلوات الخمس، هل عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت أم يجزئه أن يتوضأ قبل دخول الوقت بدقائق قليلة؟ ركعة الطواف تابعة للطواف، فإذا توضأت للطواف وطفت ولو خرج منك شيء وأنت تطوف، لأنه بغير اختيارك، فطوافك صحيح، تقول الله ما استطعتم، والركعتان تابعتان له، فإذا صح طوافك صحت لك الركعتان، تصليها مع الطواف، بعد ما تنتهي تصليها مباشرة. وأما الصلوات الخمس تصلي تتوضأ لكل صلاة، إذا أردت أن تصلي توضأ قبل الصلاة وتصلي ولو خرج منك شيء وقت الصلاة، لأنك لا تستطيع منعه، الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول: يفد على بلدنا جماعة التبليغ فنجلس معهم ويدعوننا إلى الخروج معهم ونحن ليس على علم بالدعوة، فما حكم خروجنا معهم ومناصرتهم؟ ابقوا في بيوتكم وبلادكم ومساجدكم واعبدوا الله ولا تخرجوا، هذا الخروج بدعة ما أنزل الله به من سلطان، فابقوا في بلدكم وفي بيوتكم ومساجدكم ومع أولادكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتطلبون العلم ولا تخرجوا مع أحد. نعم. زوجتي طافت وسعت وبدلت ثيابها بأخرى قبل أن تقصر ناسية، هل عليها شيء؟ زوجته؟ نعم. يقول: زوجتي طافت وسعت ثم بدلت ثيابها قبل أن تقصر، هل عليها شيء؟
المرأة ليس لها ثياب إحرام مثل الرجل، تحرم بثيابها العادية تبدلها ما يخالف، لكن لا تلبس النقاب على الوجه ولا القفازين على اليدين، هذا الذي منعت منه، والباقي من الملابس تلبسه إلا أن يكون زينة أو فتنة تتجنبه. نعم. كيف أصلي في الحرم إذا أقيمت الصلاة وبسبب الزحام لم أجد مكانا أقف فيه لأصلي؟ إن حصلت مكان صل، وإلا انتظر إلى أن تحصل على مكان تصلي فيه. نعم. تقول في بلادنا نعاني من غلاء المهور بصورة مبالغ فيها، مما يدفعنا إلى أن نأخذ السلفة من البنوك الربوية لتسديد تكاليف الزواج، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، الربا لا يجوز أخذه لا للزواج ولا لغيره، لأنه سحت وحرام. تقول الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، انتظر حتى يسر الله لك الزواج، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فانتظر حتى يسر الله لك، ولا ترابي علشان الزواج حرام. نعم. ما حكم من ترك بعض الصلوات في فترة من عمره لأسباب قاهرة وبعدها أصبح يقضي في كل وقت بوقته؟ عليه التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة، ويتوب الله عليه إن شاء الله، وإذا قضى من باب الاحتياط واستطاع ذلك فهذا لا شك أنه أحوط له. نعم. يقول هل صحيح أن العلماء ضعفوا حديث زمزم لما شرب له؟ ما هو بدرجة الصحيح، لكن لا بأس به بإسناده، يعمل به. نعم. وهل صح أن جميع الأنبياء شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ بلا شك، لو لم يشهدوا لم يكونوا مؤمنين، كيف يكونون أنبياء وهم لا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء أول ما يدعون إليه شهادة لا إله إلا الله، أول ما يدعون إليه توحيد، فكيف يكونون ما يشهدون؟ هذا السؤال ما ينبغي يقال في حق الأنبياء. نعم. تقول بل لا يقال في حق المؤمنين، فكيف الأنبياء؟ نعم.